والوفد الكريم المرافق لسيادته، حضورنا الكرام كل باسمه وصفته، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء التواصلي الذي يندرج في إطار الاحتفاء بالذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مناسبة للتعريف بمنجزاتها على صعيد عمالة مكناس وتثمين جهود كل الفاعلين والمتدخلين الرامية لإنجاح برامجها والتي تراهن على العنصر البشري وخاصة الشباب كثروة حقيقية وكمحرك فاعل في دينامية التنمية بمختلف أبعادها. حضورنا بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تخليد الذكرى 13 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضعت عمالة مكناس واحد البرنامج حافل بالأنشطة الثقافية والرياضية وكذلك الخاصة الشبابية الخاصة بالشباب في منطقات من يوم 6 إلى غاية 19 مايو 2018. فاليوم هو بمثابة يوم ختامي لهذه الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، اللي من خلاله غادي يتم عرض واحد الفيلم مؤسساتي حول الإنجازات التي تم إنجازها على صعيد عمالة مكناس وخاصة الإنجازات المتعلقة بالشباب. وفي هذا الإطار هذا كذلك غادي يتم تسليم 3 حافلات للنقل الرياضي لفائدة الجمعيات الشبابية، وبهذه المناسبة كذلك غادي يتم تكريم مجموعة من الفعاليات الشبابية اللي تتنشط في المجال الرياضي وكذلك في النسيج الجمعوي أو المجال الجمعوي، كذلك هناك المجال السوسيو تربوي ومجالات أخرى خاصة ما يتعلق مثلا بجمعية وهي مكلفة بمحاربة آفة التدخين. فاليوم نعتبره يوما ختاميا لهذا النشاط ككل، وتنتمنى ان الاخوان يعني هذا البرنامج يكون نيت يعني كمحفز لهم على اساس ان يكون يشتغلوا معنا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من اجل مزيد من العطاء في مجال الانجازات اللي حصلت عليها الى حدود هذه السنه اللي هي الذكرى 13.